تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي وتيهتم في بحر الهوى أين موضعي وأوصيتموني ولما فنى صبري وقل تجلدي وفارقني نومي وحرمت مضجعي ولما فنى صبري وقل تجلدي وفارقني نومي وحرمت مضجعي أتيت لقاء بالحب قلت أحبتي جفوني فقالوا أنت في الحب مدعي تبكيهم عيني وهم في سوادها ويسكن وقلبي وهم بين أضلعي ولو طالبوني في حبوب هوى هم أقول فقير لا علي ولا لا معي وإن سجنوني في سجون الحبيب
والحبيب المشفع لأهل الدير في حضرة القدس بشمس جلت أنوارها ظلمة الرمس ولو ذغت منها يا نديم شربة لغبت بها عن سائر الجن والإنس هنيئاً لأهل الدير في حضرة القدس بشمس جلت أنوارها ظلمة الرمس ولو ذغت منها يا نديم شربة لغبت بها عن سائر الجن والإنس وندرك منها في كمال عقولنا كما يدرك الخفاش من ظاهر الشمس فطورا تراني عالما متفقها وطورا تراني راهب الدير والقس وطورا تراني في المساجد عاكف أصلي وأغرى في الخفاء وفي الحس بجنك وطنبور وقانون مزمر وعود وصنطير إلى حضرة القدس يقولون خمار وخمر وسهوة وكاس على القوم يدار بلا لمس فما الخمر ما الخمار ما الدير ما الحما وما الكأس ما الندمان ما العرش ما الكرسي يقولون خمار وخمر وسهوة وكاس على القوم يدار بلا لمس فما الخمر ما الخمار ما الدير ما الحما وما الكاس ما الندمان ما العرش ما الكرسي فكلهم ذاتي وجمع مظاهري وعين وجودي في الخفاء وفي الحس وقل يا أبا العينين وقل يا أبا العينين تلقاني حاضرا رئيسا على الرهبان والدير والقسي
وإن شئت فاطلبني وسلني في أنا أنا في أنا إني أنا في أنا نفسي.